الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا يهدي لنا فرقة قدومنا يهدي لنا حجة فتطهرنا من جميع شر ترفعنا في عند الترجل وتبلغنا بشر الحياة من جميع خلقه في الحياة والتمام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وأحينا ربنا بسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والسيئات قد ناصر. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في جسدي وجهة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة ونعوذ بك من سخطك النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل وأوصي سبب الكلمة الطيبة وذكر واطئة وتتم القرآن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجوجي وضريتي وعليه وأولادي وللبيت وجميع صحبه وجميع مسلمين مسلمات مؤمن من آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأولادنا وأهلنا وأقاربنا وجماعتنا وخصوصا إلى رحمه من استمع بسببهم وخصوصا فمحروس من خبر. اللهم اغفر اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم لا تحرم مجده ولا تهدنا بده وفنا نوله. اللهم انجي برحمته والبركه المغفره انا الى يوم القيامه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا سيئات عملنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا سيئات عملنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا سيئات عملنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وجماعتنا وجميع عملنا. اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة يا الله. اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة يا الله. اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعل أولادنا اللهم اجعل أولادنا اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وقريبنا وجماعتنا وتلامذتنا من أهل الخير من أهل الخير من أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الذكر ومن أهل العبادة ومن أهل الحكمة ومن أهل القرابة ومن أهل المعرفة ومن أهل جهاد سبيل الله ومن أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله ومن أهل لا إله إلا الله ومن أهل لا إله إلا الله. اللهم اهدنا قلوبنا يا الله
اللهم افتح قلوبنا يا الله، اللهم افتح قلوبنا يا الله، اللهم نور قلوبنا يا الله من نور الايمان، من نور الايمان، من نور الايمان، من نور القران، من نور هدايتك يا الله، من نور رحمتك يا الله، من نور رحمتك يا الله، من نور رحمتك يا الله، من نور العلم، من نور الحكمه، من نور المقاصفات، من نور المعرفه، من نور المشاهدة، من نور الرؤية، من نور الدنيا. اللهم أنزل على النور يا نور يا نور يا نور يا نور. إدنا الصراط المستقيم يا الله، إدنا الصراط المستقيم يا الله، إدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. اللهم ارحم محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اهدِ أمة محمد، اللهم اجعلنا من أمة محمد، اللهم اجعلنا من أمة محمد، اللهم اجعلنا من أمة محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا في الدنيا إلى الآخرة، اللهم إنا نسألك عملا صالحا مقبولا مباركا في الدنيا إلى الآخرة، اللهم إنا نسألك رزقا خسيرا حلالا طيبا مباركا في الدنيا إلى الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مبرر يا عزيز غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله، وأعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله، اللهم يسر لنا مقاصدنا يا الله، بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقضي حاجتنا يا الله، فيقضي حاجتنا يا الله، فيقضي حاجتنا يا الله. وصلى الله وسلم والحمد لله بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.